تتسم العلاقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي بمتانة العلاقات منذ التأسيس وعلى مدار عقود، استنادا إلى الجهود التنموية المبذولة والدور الذي يقوم به البنك لدعم التنمية في الاقتصاديات الناشئة. وستدعم الاستراتيجية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك عن الفترة من عام 2023 إلى عام 2027 برامج ومشروعات للتعاون المشترك المقبلة. We'll be right back.